صوت العرب من القاهرة. عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، على الراديو عالم كرتون، وقصة جديدة كل يوم. نعمان دينجا، نعمان دينجا، كرتون بالراديو. تأليف وأداء عمر عصران ومحمود عمر، إخراج سعدية حسين. السلام عليكم. اهلا فواز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نعمان؟ ازيك انت يا فواز، اخبارك ايه؟ اتفضل اتفضل. معلش جيت من غير ما اقول لكم واستاذن الاول يا نعمان. وده كلام برضو يا فواز، ده بيت اخواتك نعمان ودنجة. ادخل يا راجل ادخل. مين اللي بيخبط يا نعمان؟ تعالى يا دنجة، دي مفاجاه. مين يا ابني اللي جه؟ فواز. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا معلم منور. ازيك انت يا دنجة، وحشني قوي. ده انت اللي وحشنا يا راجل. ايه رايك في المفاجاه دي يا دنجة؟ انت كنت تعرف ولا يا نعمان؟ لا انا اتفاجئت زيك بالظبط. نورتنا يا فواز، نورتنا يا حبيبي. تعال خش اتفضل. ده نورك يا دنجة. الحقيقه انا كنت زهقان شويه فقلت اعدي عليكم كده نتكلم مع بعض. يا سلام، نتكلم احلى كلام يا صاحبي. اتفضل تشرب ايه الاول يا فواز؟ مش عايز اتقل عليك بس يا نعمان، انا ممكن اشرب قهوه. احلى طعم قهوه لينا كلنا. تعالى تعالى يا فواز نقعد في البلكونة عقبال ما نعمان يعمل القهوة ونتكلم بقى على رواقة واحنا بنشرب القهوة. استنوني انا جاي على طول. خير يا فواز؟ في ايه؟ الحقيقة يا جماعة انا بقالي فترة كده حاسس اني مش مبسوط، مش سعيد لا في الشغل ولا في البيت، والاحساس ده مضايقني قوي. يمكن يا فواز علشان الروتين والضغط والحاجات دي، انت محتاج تغير جو شوية. حاولت والله يا نعمان، اخدت اجازه كام يوم من الشغل كده وحاولت اسافر واخرج، بتبسط شويه وبعدين ارجع تاني مش سعيد. اكيد في اسباب يا فواز، وانت اكتر واحد عارفها. هو بصراحه فيه، انا شغلي مش مستقر وفي حاجات كتير كده انا عايز اعملها ومش قادر، وده مخليني محبط شويه ومكتئب. طب مش يمكن العكس يا فواز؟ العكس ازاي يعني؟ انك انت متضايق وزعلان وده مخليك مش قادر تغير الظروف اللي مضايقاك دي. نعمان معاه حق يا فواز. ازاي بقى؟ لما الانسان بيكون سعيد ومبسوط يا فواز بيبقى ايجابي وعنده طاقه انه يعمل حاجات كتير ويغير حتى ظروفه لو وحشه. طيب واجيب السعاده دي منين بس وانا في حاجات مضايقاني كده على طول؟ يا فواز دايما في الدنيا بيبقى في حاجات مضايقه الانسان، بس المفروض انه ما يخليهاش هي اللي تسيطر عليه. صح يا نعمان، توكل على الله يا فواز وقرر تبقى سعيد. السعاده قرار. السعاده قرار؟ السعادة قرار ايه بس يا دينج؟ انت هتقولي كلام نظري. مش نظري يا فواز ولا حاجة. انت عارف شعور السعادة ده بيجي منين؟ منين؟ دي مواد كيميائية بيفرزها المخ بتدي لك الاحساس بالسعادة، زي السيروتونين والاكسيتونين والدوبامين، واللي بيحفز الجسم انه يفرز الحاجات دي هو ان الانسان يكون دايما راضي ومرتاح ومش شايل هم بكرة وسعيد. تكون متوكل على ربنا يا فواز وراضي بحالك في اللحظة الحالية، اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي. يعني كلامنا مع بعض ده وقعدة الصحوبية الجميلة دي والصداقة اللي مفيش زيها دي ممكن تكون مصدر للسعادة. حقيقة انا مبسوط وانا قاعد معاكم. شفت يا فواز، اتبسط بكل لحظة انت عايشها وما تربطش سعادتك بحاجات في المستقبل او احلام لسه عايز تحققها او حاجة عايز تمتلكها زي عربية معينة مثلا او وظيفة انت عايزها. يعني ما تربطش سعادتك بحاجة. بالظبط يا دنجة، او حتى تربطها بشخص معين. المفروض تكون سعيد من جواك رغم اي ظروف، هي قرار. زي ما دنج قالك كده، لازم تكون سعيد، يعني لازم تكون سعيد. كان في احد الصالحين يا فواز بيقول ان جنته في صدره، يعني في الشعور اللي هو حاسس بيه دايما وبيروح معاه في كل حته، مش مرتبط بحاجة معينة. والله انا كلامكو ده ريحني شوية. شوف يا فواز، لو انت فعلا بقيت سعيد ومرتاح نفسيا هيبقى عندك الطاقة والقدرة انك تغير الظروف والحاجات اللي مضايقاك. انما بقى لو استسلمت لحزنك يا صاحبي مش هتقدر تعمل حاجة. السعادة شعور داخلي تقدر تتحكم فيه. معاكم حق والله، انا كنت صح لما قررت اجي اقعد معاكم شوية. ده انت ما تتصورش سعادتنا قد ايه. انت نورتنا يا فواز. انا اللي سعيد اني معاكم يا نعمان، ومن اللحظة دي هقرر ان انا اكون سعيد على طول. نعمان ودنجا، كرتون بالراديو، وغدا حكاية جديدة مع عمر عصران ومحمود عمر. إخراج سعد
سعد يا حسين.